تكريم عدد من الوجوه الإعلامية في حفل توزيع جوائز أكاديمية لحرية الإعلام في دورتها الثانية بجامعة منوبة. جمعية النهوض بالصحة تنظم يوما دراسيا لمكافحة مرض الشمانية الجلدية. وفي مصر قوات الحرس الجمهوري تؤمن قصر الاتحادية في ظل دعوات جماعة الأخوان لتنظيم المسيرات. أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. نفت رئاسة الحكومة في بلاغ لها ما أوردته صحيفة المغرب من أجل رئاسة الحكومة ستقاضي المطبعة الرسمية على خلفية تسريب نسخ من الكتاب الأسود الذي ورد عليها من رئاسة الجمهورية قصد طبعه. وأوضحت رئاسة الحكومة في هذا السياق أن الإشراف على مؤسسة المطبعة الرسمية تقتصر على التأشير على النصوص ذات الصبغة القانونية والترتيبية والأسئلة لها من قريب أو بعيد بأنشطة المطبعة الرسمية على غرار نشر الإعلانات وطباعة الوثائق وغيرها. قررت الدائرة الاستعجالية المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية رفعها أحد المحامين يطالب فيها بتعيين متصرف قضائي على أرشيف رئاسة الجمهورية إلى جلسة يوم 18 من ديسمبر الجاري. وتأتي الشكاية على خلفية نشر الرئاسة للكتاب الأسود للصحفيين والتي اعتبرت أنها عملية لم تراعي الإجراءات القانونية المعتمدة في التعاطي مع الأرشيف. احتضنت اليوم جامعة منوبة حفل توزيع جوائز أكاديمية في دورتها الثانية، ومن أبرز الوجوه الإعلامية التي نالت هذه الجوائز زياد كريشان في قسم مقال الرأي، وعبد الحليم المسعودي في قسم البرامج الثقافية، وأحمد الحامي في قسم الصورة الصحفية، والشاذلي بالخانسة في قسم الكاريكاتير. أما جوائز الإعلام الجهوي فقد عادت إلى إذاعة تطاوين، بينما فاز بجائزة التحقيق الصحفي معز الباي، كما سجلت الدورة الثانية للجائزة احتجاب الجائزة مخصصة للصحافة الإلكترونية. أنا أقول أنه هذه الجائزة، هذه البرنامج مغربنا في التحرير والتنوير في قناة نسمة اللي هو برنامج حواري حضاري، نعتقد أنها فهمت العلاقة ما بين الإعلام والجامعيين، لأنه الشيء اللي عملته أنا في نالمو حليت مجال للأساتذة الجامعيين والباحثين والأكاديميين، ويبدو أنه الرسالة وصلت. وفلا هذه هي الجائزة بشكل عام، هي الجائزة، هي في الحقيقة البرنامج هو بيدو يحيي ذكاء التونسي. أهمية الجائزة تكمن في أنها تأتي من إعلاميين ومن أكاديميين، وهي لحظة فرح، حقيقة لحظة فرح نحتاجها كثيرا كصحفيين وكإعلاميين من أجل أن ننطلق من جديد في معركتنا من أجل حرية التعبير ومن أجل المهنية وأخلاقية المهنة. أن يهتم الأكاديمي بالصحفي ويكرم الصحفي، فذلك يعني أن الإعلام ليس شغل أو مشاغل الإعلاميين فقط، بل هو شأن الوطن بصفة عامة وشأن كل مكونات المجتمع. لذلك نحن فخورون معنا بهذه الجائزة، وإن شاء الله تكون الدافع لنا جميعا من أجل التقدم ومن أجل إحراز معناها نوع من الانفتاح كنا نحتاجه بين الجامعة، وبين أن تنفتح الجامعة على محيطها. تم الليلة الماضية تنفيذ قرار هدم لقاعة أفراح أقامها أحد الخواص بمنتزه العائلة والطفل بالكاف الشرقية، وفق ما ذكره اليوم خالد هميلة رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الكاف. وأوضح المسؤول البلدي أن البلدية قامت بتنفيذ هذا القرار بعد أن تبين أن المبنى أقيم بصفة غير شرعية وأضر بجمالية المنتزه وحرم أحباء هذا الفضاء من تعاطي النشاط المسرحي، مشيرا إلى وجود أكثر من 150 قرار هدم وإزالة في طريقها إلى التنفيذ، وذلك في انتظار توفير الظروف الأمنية الملائمة لتطبيقها. ويذكر أن بلدية الكاف قامت في 3 مناسبات خلال هذه السنة بتنفيذ قرارات هدم لأكشاك بناها أصحابها بصفة غير قانونية على أرصفة بعض الشوارع والأنهج.
التغيرات المناخية وتأثيراتها على التنمية المستديمة والصحة كانت محور يوم دراسي نظمته جمعية النهوض بالصحة ومكافحة الشمانية في سيدي بوزيد بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بدعم من المركز الكندي للبحوث والتنمية. وينتشر مرض الشمانية بكثرة في سيدي بوزيد إذ يصل حد الإصابة ب 300 إصابة سنويا ويخلف تشويهات جلدية. يوم دراسي تحت عنوان التغيرات المناخية وتأثيراتها على التنمية المستديمة والصحة في إطار البرنامج الذي انطلق منذ أكثر من 30 سنة من أجل مكافحة الأشمانية الجلدية التي تخلف تشوهات جلدية والتي تنتشر بكثرة في سيدي بوزيد وتصل حد 300 إصابة. مراقبة أمراض الليشمانيا في سيدي بوزيد اللي هو موجود المرض هذا من قبل ومنتشر. المرض هذا تقريبا في سيدي بوزيد عندنا تقريبا 30 سنة، برشا جمعيات ودي زيكسبير دي ميدسا يراقبوا فيه وفما تحسن. وبالمناسبة نحب نقول لهنا أنه موجود توا قريب تم الإنجاز متاعه سنتر دو ريشيرش دو ليشمانيوز، ثاني سنتر في تونس، واحد في تونس واحد في سيدي بوزيد. دعم من المركز الكندي للبحوث والتنمية من أجل التقليص في الإصابة بهذا المرض ومعرفة الأسباب التي تؤدي له. ici en Tunisie à Sidi Bouzid nous soutenons un projet de recherche intervention contre la leishmaniose cutanée. La leishmaniose cutanée qui est une maladie vectorielle transmise donc par un insecte, un phlébotome que vous connaissez, et qui entraîne des défigurations, des cicatrices sur le visage des populations, et notamment des femmes qui y sont exposées. Donc nous sommes là ici en tant que CRDI pour soutenir des équipes de recherche tunisiennes, notamment donc le professeur Mohamed Chahed de la faculté de médecine de Tunis, pour les aider avec eux donc, à mieux comprendre cette maladie. Dans son équipe, il s'agit d'une approche pluridisciplinaire basée sur l'éco-santé, donc une approche pluridisciplinaire qui vise à mieux comprendre la maladie, où elle se transmet, comment elle se transmet. Et de cette manière, les résultats issus de la recherche doivent nous aider, avec les populations, à dégager des interventions, des actions qui permettront de diminuer l'impact de la maladie. وتبقى منظومة الصحة في سيدي بوزيد في حاجة ماسة إلى تضافر الجهود من أجل تحسين الخدمات الصحية وتقديم خدمات جيدة للمواطن. والآن ننتقل إلى الشأن العالمي. وصلت قوات الحرس الجمهوري تأمينها لمحيط قصر الاتحادية صباح اليوم بفتح أول شارع المرغني بالتقاطع مع شارع صلاح سالم، ودفعت بثمان مدرعات لقوات الجيش على جانبي الطريق، ووضعت عددا من الأسلاك الشائكة، وذلك في ظل دعوات جماعة الإخوان لتنظيم مسيرات والخروج بها عقب صلاة الجمعة. وفي غضون ذلك وفق اليوم السابع، عززت قوات الأمن المركزي من تواجدها بجوار مسجد عمر عبد العزيز المطل على منتصف شارع المرغني، ودفعت بسبع مصفحات لمكافحة الشغب وخمس عشر سيارة لنقل الجنود. كما قامت قوات الأمن بغلق ميدان النهضة المؤدي إلى جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة بعدد من المدرعات والأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية أمام حركة المرور، وذلك قبل التظاهرات التي دعت إليها جماعة الأخوان المسلمين اليوم. أعلنت بيونغيان اليوم اعدام جانغ سونغ ثيك الذي كان يعد الرجل الثاني في النظام وزوج عمة الزعيم الكوري الشمالي بتهم عديدة منها الخيانة وعدم التصفيق بحماسة في الاجتماعات. وأكدت بيونغيان أن الرجل الذي كان نافذا جدا حتى فترة قصيرة أصبح خائنا، فيما أبدت واشنطن وسيول القلق حيال هذا التطهير السياسي المفاجئ في البلاد ذات الحزب الواحد. وذكرت وكالة الأنباء الكورية رسميا أن القيادي الرفيع الذي أوقف فجأة في الأسبوع الماضي في منتصف اجتماع سياسي أعدم الخميس بعد أن حكمت عليه محكمة عسكرية خاصة بالإعدام. نهاية النشرة الإخبارية، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.